اليوم 10/4/2021. المكان في الطريق ما بين الرماني وبسليمان، هابط من الرماني هابط بسليمان. شهني هذا المنظر هذا، وبغيت نشرك صحابي وحبابي معايا في هذا المنظر هذا الرائع الرباني. شوفوا اللوحة من صنع الخالق، يعني النباتات اشكال وانواع، والزهور اشكال وانواع. شوف الى حد سبحان الخالق، هو باللعمان، هو ربيانا او البابونج، هو يعني البهماء او السيبوس، هو هذا الشبه اخرى اللي معروفه بالورود ديالها. شوف كيف جيرها هي، سبحان الله ما اجمل هذه النبته. ثم هناك شوفوا المزروعات، تبارك الله، شوفوا المزروعات، شوف تبارك الله يا الخيرات. شوف هذا دابا، هذا هنا الشعير، شوف هذاك الشعير كيفاش كيفاش تبارك الله، شوف كيفاش غادي. يا ربي تكمل بخير يا رب، يلا الى منظر اخر ان شاء الله.